باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل سلسلة النعمة، ولأننا الأسبوع ده ما بين الابن الضال والسامرية، عاوز أكلمكم عن نعمة الغفران. إحنا قلنا قبل كده إن النعمة هي دور ربنا، وهي الهدية المجانية. نعمة مش معناها دفعت ثمنها. بالنعمة أنتم مخلصون، ذلك ليس منكم، هو عطية الله. ومع هذا النعمة تحتاج أنك تطلبها وأنك تستقبلها وأنك أنت تبقى متواضع قوي عشان تستحقها، لكن هي في الآخر نعمة. يعني ما انتاش بتدفع ثمن خطاياك، طبعا لا. الغفران نعمة، البنوة نعمة، العضوية في جسد المسيح نعمة، الروح القدس نعمة، وفي الآخر السماء نعمة. فكل حياتنا عبارة عن سلسلة من النعم الإلهية. إنما لازم نصدق النعمة، لازم نتمسك بالنعمة، لازم نطلب النعمة، لازم نتواضع، لأن المتواضعون يجدون نعمة، وهكذا. تعالوا نعيش شوية مع نعمة الغفران الأسبوع ده. أبدأ بحكمة قالها أشعياء النبي، وأشعياء طبعا معانا بقى طول الصوم، يعني أغلبنا بيقراه خلال الصيام الكبير. يقول: هو ذا قد جعلت شارعا للشعوب، رئيسا وموصيا للشعوب. ها أمة لا تعرف فتدعوها، أمة لم تعرفك تركض إليك من أجل الرب إلهك وقدوس إسرائيل، لأنه قد مجدك. اطلب الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتوب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا، لأنه يكثر الغفران. في الأول بيقول على المسيح، طبعا أشعياء بيتكلم عن المسيح الآتي: جعلت مشرعا، شارعا يعني مشرعا للشعوب، يبقى المسيح سيأتي بشريعة عهد جديد، رئيسا وموصيا، هو صاحب الوصية في العهد الجديد وهو الرئيس بتاعنا. وأمة لا تعرفها تدعوها، زينا أبعد ما نكون عن ربنا بقينا مدعوين من ربنا. أمة لم تعرفك تجري عليك، يعني غير اليهود هيجروا جري على ربنا. ليه؟ إيه الحلاوة اللي في ربنا؟ إيه البساطة والسهولة اللي في ربنا تخلي الشعوب اللي ما تعرفوش تجري عليه؟ يقول ده أصله قريب، منين ما تدعوه يقول لك أنا جنبك أهو، ادعوه فهو قريب. طب المطلوب إيه؟ ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، لأنه إيه الخطية وراها أفكار، ليتوب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا، لأنه يكثر الغفران. يبقى ربنا يعطي غفران بكثرة لمن يدعوه. خلي بالكم المبدأ ده، دي نعمة كبيرة قوي. كل مرة تقول له سامحني بيسامح، ارحمني بيرحم، اغفر لي بيغفر، لأنه يكثر الغفران. وادعوه لأنه قريب، هو مش مسافة، مش هتروح له مشوار طويل، يعني ده قريب قوي، منين ما هتدعيه. وعشان كده الأمم بتجري عليه جري. ليه؟ الأمم دول متخلفين روحيا، يعرفوش حاجة، بس هيجروا عليه لأنه يكسر الغفران. واحد بيوزع غفران ببلاش، لازم العالم كله يجري عليه ويقول له سامحنا. طيب تعالوا نعيش المعاني دي شوية. أولا، في كذبة مشهورة الشيطان بيروجها، والغريب الواحد بيسمعها أحيانا من ولاده من شعب الكنيسة: أنا خطيتي ملهاش حل. واحد بيستغرب انه في ناس تقول كده، ملهاش حل. يا اما يقصد بيها انا خطيتي كبيره قوي فمش معقول هيسامحني، او خطيتي كبيره قوي ومش هتتشقى، يعني مش هعرف ابطل. الحق كلمتين غلط، كذبه. الشيطان بيعلم الناس يا تحسوا ان الخطيه ملهاش حل، يعني مش هتتشال ابدا، يا مش هتتغير ابدا. كذبه مشهوره، الخطيه بتتشال كانها لم تكن، وممكن ما ترجع لهاش تاني، طبعا ممكن. وغير كده يبقى كذبة، لان الكذاب الشيطان المشهور اللي بيقول لك ده طبعك ومش هتغير، ده كذاب. او ان خطيتك اكبر من ان تغفر، كذبة. وما الالهنا الذي يكسر الغفران، امال مات ليه؟
امال دمه ده يعني مفعوله ضعيف؟ امال عمال يدي السماء للناس اللي زي الابن الضال والسامرية والمخلع والناس دي كلها ازاي؟ الا لانه يكثر الغفران. الكذبة دي بتخلي الناس تتأخر في التوبة. ايه اللي خلى الابن الشاطر يتعطل في توبته؟ غالبا من ساعة ما ابتدى التدهور كان بيجي له هاجس، طب ارجع لابويا كفاية. انما في غالبا كذبة شغالة بتقول له ايه؟ وهيقبلك؟ ده انت موته بالحياة، مش معقول هيقبلك، انت العاملة السودة دي ملهاش تراجع، خلاص انت اخترت السكة دي كمل في السكة دي. ففضل يتأخر 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 لغاية ما بقى زي الخنازير كده، وبعدين قال خلاص هخسر ايه بقى، هرجع وخلاص. لكن ايه اللي ما رجعكش من بدري؟ ان اصل خطيتي كبيرة قوي. وافرض خطيتك كبيرة، حد قالك ان ربنا اقل منها؟ ليه السامرية عنيفة في الرد على المسيح؟ لانها مش حاطة في بالها ان الماضي ده ممكن يتشال، هي مش مصدقة. خلاص انا لبستني السمعة والتهمة وانا فعلا كده، فخلاص هعيش حياتي كده. فبقت عنيفة جدا، انما لقيناها وديعة على اخر القعدة. ليه؟ لانها صدقت ضمنيا فعلا ان الخطية اتشالت. فلقيناها الانسانة المختلفة تماما، السعيدة المنطلقة اللي بتجيب العالم كله، لانها صدقت الخطية اتشالت. بس في الاول كانت عنيفة قوي لانها مش حاطة اي امل في الغفران. ليه الشلل اللي حصل للمخلع؟ الشلل ده اشارة دقيقة ان الخطية بتجيب شلل، شلل في الارادة. المخلع ده شخص مشلول عاجز، عشان الانجيل عاوز يقول لنا الخطية بتشلك، بتخليك ما تروحش للمسيح، بتخليك عاجز تماما وكأن ما فيش فايدة. طب ايه رأيك المسيح اللي هيجي لك؟ مش هتروح ومش محتاج حد، ده هو اللي هيقول لك قوم هتقوم. اذا نعمة الغفران اكبر كتير حتى من شلل الخطية. كمان المولود اعمى مثلا، كل الناس شايفينه ده وحش، ده ربنا غضبان عليه، ده اتولد معاها يبقى يا ابو وامه غلطانين، هو وحش. ففوجئوا بالمسيح بيقول لا هذا اخطا ولا ابواه. يعني دي كذبة، كذبة ان ربنا رفضك لانك خاطي يبقى ما حدش هيدخل السماء. دي كذبة، ربنا ما رفضكش لانك خاطي، مهما كانت خطيتك ما تصدقش في حاجة اسمها نعمة الغفران. الله غفور يكثر الغفران. لما تصدق دي هتقدر ترد على الكذبة البطالة انه ما فيش فايدة. اما عن الخطية بقى، الخطية دي موضوع انتوا عارفين العالم بينكره دلوقتي، ما هو الشيطان من خبثه بيحاول يخلي الناس حتى ما تحسش بالذنب، تغلط قد ما تغلط ومش حاسة ان في حاجة غلط. لكن الانجيل اوضح لنا بشكل قاطع ان الخطية هي مأساة البشرية، عار الشعوب الخطية، ازمة كل البشر هي ما يسمى الخطية، اللي بيجيب وراها بقى الفساد والموت لكن هي الأزمة الأولى في حياة البشر، لا التعليم ولا الصحة ولا، هي أزمة الخطية. فربنا يسوع له المجد اتكلم على لسان أشعياء وقال أنا مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا. يعني إيه؟ أنا جاي مخصوص عشان الموضوع ده، التحدي ده، البعبع بتاع كل البشر اللي اسمه الخطية وما يتتبعه من موت، أجرة الخطية موت، أنا جاي عشان دي. أنا ليا طار مع الخطية. المعركة دي مش بتاعتك يا ابني، انت مش قد الشيطان، الشيطان هزمك وزلك بس انت مش قده، انا قده، فانا جاي عشان ده. فجرح لأجل معاصينا، سحق لأجل أثامنا. ان كان لازم نستاهل التأديب، التأديب ده اتحط عليه هو، تأديب سلامنا عليه. يعني انت مش بالضرورة تؤدب على خطاياك، لا لا، خلاص بدل توبت، حتى التأديب بيشيله المسيح. بجراحاته شفينا، يعني هو يتجرح ويتبهدل ده كله عشان احنا نشفى من الخطية. يبقى ضمنيا الآية دي بتقول ايه؟ ان الخطية مرض، الخطية جرح، مش كده؟ ضمنيا الخطية لها مضاعفات، بس كل ده هيشيله المسيح. في نفس الإصحاح يقول من تعب نفسي يرى واجب عبدي الباب بمعرفته يبرر كثيرين وآثامهم هو يحملها.
هنا تبقى الخطية ايه؟ شيلة تقيلة ما تقدرش عليها، هو اللي هيشيلها، هو اللي آثامنا حملها، هيشيل هو الاسم الخطية. اذا الكنيسة بتعلمنا ايه في الصيام الكبير؟ لان احنا موسم التوبة، عاوزة تشرح لنا يعني ايه مرارة الخطية. مثلا الخطية ذل، في قصة الابن الضال تلاحظوا انه في حالة ذل فظيع. كلمة الخنازير دي لما تتحط، والخرنوب، كلمات دي مهينة قوي، عشان تقول هي دي الخطية، بتوصل لهذه المذلة. يقوم المسيح يقال عنه ايه؟ تذلل، ظلم، اتذل بجد، محتقر. لان اللي حس بيه الابن الضال من الاحتقار الشديد وهو بيغير من خنزير، ربنا يسوع شال ده وحطه على نفسه. يبقى الخطية ذل، الخطية مرض يحتاج شفاء. عشان كده في المخلة هيقول له لا تعود تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر. الخطية دين يحتاج يدفع له ثمن. وطبعا المسيح شرح الحتة دي أكتر من مرة، وفي زيارته لسمعان الفريسي البنية اللي قعدت تبكي على رجليه، قال له يا سمعان عندي كلمة أقولها لك، كان لمداين إيه؟ مديونان. وقعد يحكي حكاية المديونية، قال سامحهما كليهما. يبقى الدين هو اللي بيدفعه، محدش يقدر يدفع الدين ده. المرض حالة موت، عشان كده بيقول ابني كان ميتا فعاش. الخطية أقصد حالة موت. يبقى احنا ساعات بنستقل بالخطية، ساعات الواحد يقع في خطايا، وبعدين من كتر ما الناس بتغلط والخطية أصبحت عادي، ينطبق علينا قولة يشربون الإثم إيه؟ كالماء. الناس تجيب سيرة الناس كأنها بتشرب مية. ده في ناس عايشة في الزنا كأنها بتشرب مية. ده في ناس بتتآمر وتقتل ناس وكأنها بتشرب مية. ده في ناس تكذب الكذبة وتضحك من قلبها وكأنها بتشرب مية، من كتر ما الخطية يعني إيه؟ تبتت رجليها في الدنيا كده. بس ده كله عبارة عن ايه؟ حالة موت، لان الولد ده كان ميت. يبقى خلي بالكم الكنيسة عمالة تشاور لنا قد ايه الخطية وحشة. ليه بتعمل كده في الكنيسة؟ عشان تعجزنا، بالعكس، عشان تفرحنا بنعمة الغفران، عشان تكرهنا في الشر، عشان تعلن لنا احلى خبر في الدنيا. كل ده هيتشال لو مرض مستعصي هيخف، لو موت لقيامة، لو دين هيدفع تماما. طب لو سجن، ما هو كمان الخطية عبارة عن حالة سجن، حالة عبودية. السامرية دي مسجونة في الهيستوري، في الماضي بتاعها، مولود أعمى مسجون في حالة العجز اللي هو فيه، مش عارف يتحرك. طب والسجن ده ما يتفتح له الباب؟ إذا الغفران كلمة كل واحد ممكن يحسها بطريقته. اللي حاسس بفكرة الدين الفظيع، ما أجمل شعور إن حد دفع لك الدين. لو حاسس بشعور السجن الشديد قوي ده، طب اجمل شعور انك تطلع من السجن. طب لو حاسس بشعور مرض مستعصي بيذلك، طب ما المرض له شفاء. لو حاسس الموت كابت على نفسك، طب ما في حاجه اسمها قيامه. اذا الغفران يغطي كل المعاني دي، وده الموسم اللي الكنيسه مركزه فيه. طبعا طول السنه ما بنقولش غير كده، طول النهار نقول يغفر لنا خطايانا، لانه اجمل خبر. فنعمة الغفران يعني في حل لمشكلتك مهما كانت المشكلة. في حل، والحل مش عندك، مش في ايدك، مهما حاولت ما تقدرش عليه لوحدك. يكفي انك تطلب الحل من ربنا، يكفي انك انت تعترف انك عاجز عن حل المشكلة. الانسان يحاول التخلص من الخطيئة. الانسان لانه اصله نظيف بالبلدي كده، مخلوق على صورة ربنا، بيجيله لحظات بيبقى متضايق من عيشته، بيبقى نفسه ما يغلطش، بيحن للنظافة زي الابن اللي قال شاطر كده. وبعدين يجي الشيطان يقول له نظافة ايه؟ لا لا لا، ده حلم، ده وهم، ده ما فيش حد يقدر يوصل للنظافة دي، خليك زي ما انت وخلاص، فيستسلم. انما الانسان لما بيستسلم بيقعد يهدر في عمره كده، ويضيع سنة واثنين وعشرة وهو مستسلم وكأن مفيش فايدة. مين قال مفيش فايدة؟ غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. وعشان الإنسان يحاول يتخلص من الخطية، ساعات يلجأ إلى فكرة إنكارها. مفيش حاجة، ما حصلش حاجة. زي ما حصلش حاجة؟ لا حصل.
زي اللي بيموت واحد ويدفن الجثة يعني، لا حصل، أو يخفيها أو ينكرها، لا ده كل ده محلش الإشكال، الإشكال موجود. زي واحد يبقى مريض مرض صعب جدا يقول أنا كويس، أنا صحتي كويس، ماشي، بس أنت صحتك مش كويس. كمان في محاولات الإنسان التخلص من الغلط بيفضل ساعات يتحسر على نفسه، يقع في يأس فظيع بقى، واليأس ده بيخلي الإنسان عايش ومش عايش. يعني كل الحالات اللي بنقابلها في موسم الصوم كان اليأس قريب ليها. الابن الشاطر ده قعد فترة يائس بدليل انه وصل لغاية الخنازير السامرية، يأسه طبعا بعد العيشة بسبب يأسها بطلت جواز ومشت في الغلط، ما خلاص يعني جواز مش فارق بقى، فاليأس خلاها الرجل اللي معاها مش جوزها. وبعدين ادي المخلع طبعا المفروض ييأس لانه كل الناس اللي حواليه بتمشي وهو ما بيمشيش، الأعمى بيقولوا له انت وحش وهو من قبل ما يتولد، فكل الناس دي. زكا كان بيتقال له ده الرجل بخيل الشراني، فبيبقى الإنسان بيتحسر كده. كمان للأسف بنلجأ للناس كأن الناس عندها حل، وعشان كده أوصيكم يا جماعة، الحل مع مشاكل الإنسانية الممزقة بالخطية مش عند بشر. إما كانش الإنسان ده بيشاور لك على المسيح الحل يبقى بيضيع وقته، هيتعبك وهتضيع وقتك. الإنسان ده لازم يكون بيشتغل عند ربنا وبيشاور على ربنا، لأن مفيش حل تاني غير كده، لا حل نفسي ولا حل مادي ولا حل علمي ولا كسبكم الوهم ده. كل ده لا بيشيل خطية ولا بيشيل يأس ولا بيشيل حزن رديء، ما بيحلش. اللي بيحل هو المسيح صاحب الغفران. أما بركات الغفران، طبعا الغفران مصاحبنا طول الحكايات، كل الحكايات اللي جت في الكتاب في العهد الجديد، لقاءات المسيح مع الخطاة كلها غفران. المفلوج اللي من غير ما يطلب يقول له مغفورة لك خطاياك، السامرية من غير ما تطلب ضمنيا المسيح ادها الماء الحي سمح، المخلع من غير ما يطلب خلاص خد الغفران مع الشفاء بدليل بيقول له ما ترجعش تغلط تاني، المولود أعمى خد الغفران مع الاستنارة وقبل منه السجود. فالغفران ده العطية الجاهزة بتاعت المسيح، يعني الحاجة اللي يديها في الأول وبعد كده يشوف انت بقى أزمتك ايه غير الغفران، الباقي ده سهل بقى. الغفران دي الطلعة الأولى، دي أكبر حاجة، ده الهم التقيل، بعد كده الأمور سهلة قوي. يقول من أجل اسم مكسبه غضبته، ده ربنا بيحكي حكايته مع البشرية، بيقول الإنسان كسب الشر وانا غضبت من كتر ما الانسان ماسك في الشر كأنه مكسب، ضربته استطرت يعني ايه خلاص، قلت هو في حاله وانا في حالي، وغضبته فذهب عاصيا في طريق قلبه، يعني سبته من الزعل مشي عاصي في طريق قلبه ساق فيها يعني الانسان. وبعدين الآية اللي بعدها دي مفاجأة الحياة، رأيت طرقه، يعني ربنا بص كده على الانسان وهو عمال يبهدل في روحه، رأيت طرقه وسأشفيه، سأشفيه ده ما طلبش، ده انت بتقول مضى عاصيا في طريق قلبه، ده انت بتقول انك انت غضبت وصعب عليك من كتر الشر اللي هو بيعمله. يقوم ربنا يقول بس انا ابوه، بس انا مسؤول، بس ده حبيبي، انا شايف طريقه، انا عارف انه ضعيف، انا عارف انه اتذل، انا العداوة بيني وبين الشيطان اللي كعبله، انا رأيت طرقه سأشفيه. سأشفيه دي بقى ايه؟ بصوا هتتكرر بعد شوية، هجيبه يعني هجيبه، هصلحه يعني هصلحه، لأنه ده طار بايد بين المسيح والشيطان، ما ينفعش الشيطان يكسب. فيقول رأيت طرقه وسأشفيه وأقوده وأرد تعزيات له ولنائحيه خالقا ثمر الشفتين. هنفهمها دلوقتي، سلام سلام للبعيد وللقريب قال الرب وسأشفيه. يعني ايه؟ يعني ربنا يبص على حالنا كده ويعرف يدخل لنا منين، انت سامرية يجيبك، انت مخلع يجيبك، انت اعمى هيجيبك، انت زكاوي هيجيبك، انت ضال ما بيغلبش. يعني ايه؟ هيبص على سكتك وهيشوف نقطة ضعفك وهيشفيك، دكتور شاطر هيشخص صح وهيعرف يشفيك، ولما يشفيك يقودك. سأشفيه وأقوده،
أقوده ليه؟ عشان ما يتلخبطش تاني. عشان كده هتلاحظوا أن المسيح مع كل دول ما ادهمش دقيقة وسابهم. الابن الأكبر خده في حضنه ودخله البيت وبقى محوط عليه. السامرية اللقاء طويل وفضل مستنيها تجيب له السامريين وقعد لها. المخلع راح له تاني قال له ما تغلطش تاني. المولود أعمى راح له عند الهيكل وقال له ها هتؤمن بابن الله؟ هسوقك، هفضل وراك وراك أشيل منك الغلط وأقودك لغاية السماء. إذا الدكتور بتاعنا بيتابع وبيشفي شفاء كامل ومش بيقلب الصفحة وخلاص يلا كمل حياتك براحتك. سأشفيه وأقوده وأرد تعزيات له. يعني إيه؟ مش الخطية زلتك؟ مش أنت اتبهدلت من السجن والعمى والعجز؟ ده أنا هفرحك فرح، ده أنا هشيل الغم من قلبك، ده أنا عامل لك حفلة، ده أنا هنسيك وجع القلب ده كله. بقى أرد تعزيات له. بص ده كل بقى كل دي بركات غفران. يعني لما الإنسان يتوب ويتمتع بالغفران ربنا يسوقه وربنا يملأ قلبه بتعزيات وكأنه ما مش هو اللي غلط قبل كده. وبعدين يوصل لإيه؟ أرد تعزيات له ولنائحيه. لنائحيه مقصود بيها اللي كانوا بيبكوا عليه. يعني ما أسعد مونيكا بابنها أغسطينوس، مش ناحت عليه كتير؟ يا سلام على التعزيات اللي دخلت قلبها لما شافت ابنها رجع. مش هو بس اللي تعزى وفرح بالتوبة وأمه نائحيه؟ كل اللي بيصلوا للناس البعيدة ولما الناس دي بتبقى بترجع. الأب في المثل الابن ده ما أسعده، أصحاب البيت كلهم العبيد دول ما أسعدهم. وبعدين يقول خالقا ثمر الشفتين. نتيجة من نتائج الغفران أن لسانك يثمر تسبيح، اللي هي ذبيحة التسبيح، ثمر شفاة معترفة باسمه. عارفين احنا ليه نقعد في السماء نسبح طول الوقت؟ بسبب الغفران. على قد ملايين الخطايا اللي عملناها اللي كل خطية منهم كانت تودي جهنم، على قد ما هنقعد ملايين السنين ما بنقولش غير المجد لك يا رب قدوس، نسبحك نباركك، لانه العمل ده كتير قوي. فهنا خالقا ثمر الشفتين، ثمرة جميلة للتوبة والغفران انك ما تبطلش تسبح. فهنا يقول سلام بقى، هتعيش في حتة تاني خالص بقى، جو تاني من السلام. مع النظافة في سلام، سلام للقريب وللبعيد. يعني ايه؟ لابو 50 وابو 500، فاكرين ايه 50 و500؟ كان الواحد مديونان على الواحد 50 وعلى الواحد 500. بص بعيد ولا قريب صدقني ما بتفرق في الاخر، غلطتك قد كده ولا قد كده هي كله بيودي النهر. انما كله في الاخر يصل الى السلام، قريب ولا بعيد في الاخر ربنا هيلم الكل. عاوز ولاده باي ثمن. وسأشفيه، بيوعد مرة تاني هشفيه من الخطية. لان واضح ان هنا مش مرض بالمعنى الحرفي، لان اول الكلام ايه؟ من اجل اثم مكسبه. الموضوع كله خطية، الخطية هي مرض البشرية الاول، ينتج عنه امراض احيانا لكن مش دايما، لكن هو الاساس هو المرض الاول للبشرية. اشعياء برضو يقول ايه؟ اشعياء ينبهنا انه يا جماعة في الصيام افهموا غرض الكنيسة. كنيسة مصومانة عشان نتمتع بالغفران، عشان نتوب يعني نستقبل بقى الغفران بالشفاء بتاعه، بالقيادة الروح القدس، بثمر الشفتين، بالسلام العجيب، كل ده معروض علينا في الصيام. فبيقول أليس هذا صوما أختاره؟ هو ده الصوم بقى اللي على مزاجي، حل قيود الشر. الشر ده يتفك كده، دي بشعة السجن بقى، كأنه خلاص مفيش أي قيود تاني. فك عقد النير، ما هو النير ده حاجة فوق دماغك كده تتشال من فوق دماغك وترفع راسك فازل. إطلاق المسحوقين أحرارا، قطع كل النير. النتيجة هتلاقي نفسك نسيت نفسك ومركز في الغلابة بقى، مركز في التعبانين، مركز في المحرومين اللي لسه ما دقوش المسيح. أليس أن تكسر للجائع خبزك؟ تدخل المساكين التائهين إلى بيتك؟ إذا رأيت عريانا تكسوه؟ لا تتغاضى عن لحمك. اللي يدوق رحمة ربنا لازم يتملي قلبه رحمة. فهمتوا علاقة التوبة بالرحمة؟ ليه بنقول موسم التوبة ونرتل نقول طوبة للرحمة؟ ما هو أنت لو أدركت قد إيه ربنا رحمك
هتبقى رحيم جدا بالكل، هتبقى نتيجة تلقائية انك تعذر كل الناس وتستر على كل الناس، والمساكين دول فوق راسك، وانك حاسس بلحمك. اذا كان ربنا حس بيك واخذ لحمك، خد جسدنا عشان يشفينا من الخطية، انت حس بلحمك بقى. في ناس مش لاقية تاكل، وفي ناس مذلولة في الخطايا، يصعبوا عليك، مش تبص لهم بقرف. بقرف ده لو انت كنت يعني سليم، يعني بص لهم برحمة، وربنا رحمك انت كمان. طلب الغفران. احنا في هذا الموسم عندنا صلاة يسوع، بنفضل طول اليوم نقول يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي ارحمني انا الخاطي. احنا بنطلب الشفاء بإلحاح، وعندنا طلب الغفران ده له عشرات التعبيرات. انا اقول شوية لكن هما كتير جدا، واللي فاهم في لغة الكنيسة هيلاحظ انها ايه. بنقول سامحني دي بمئة طريقة، يعني ارحمني كعظيم رحمتك. دوروا فيها تلاقي فيها على الاقل 12 تعبير لطلب الغفران. اغسلني مثلا، ما هي طلب الغفران. تنضح علي بالزوفة، ما هي طلب غفران. فهمتوا؟ ما كل ده عبارة عن ايه. نظفني، سامحني، شفيني. فهنا مثلا من تراتيل الكنيسة الحلوة، الحنها الحلوة اللي بنقولها في صلوات كل ساعة، حل واغفر واصفح لنا. دي ليها لحن اسمه فول ايفو، لحن جميل. دي بنقولها كل مرة لما نقول قدوس قدوس التي صنعناها، ونقعد نغنيها التي صنعنا بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادة، فعلناها بمعرفة وبغير معرفة، الخفية والظاهر. يعني ايه بالجملة لو سمحت، ما تقولش ده ينفع وده ما ينفعش. كله اللي عملناه بمزاج ومن غير مزاج، اللي تعرف واللي ما تعرفش، اللي قصدنا ما قصدنا، بس كله. وكل ساعة نقول نفس الكلام، مش كده؟ اللي بيصلي سواعي الأجبية دي بالذات تتعاد تاني وتالت ورابع. ايه هو؟ ما احنا ما رناش غير كده، لان هو ده الطلب المفرح. واخرها نقول ايه؟ كرحمتك وليس كخطايا. الاتفاق كده، مش احنا عدد الخطايا ايه، لا لو سمحت انت طبعك ايه، انت رحيم، خلاص ده اللي يمشي. احنا خطاه ما تقولش ده عليه 500 ولا 50 ولا 5000، في الاخر كله عاوز غفران. احنا في كل ابانا الذي نقول اغفر لنا ذنوبنا، احنا في المزمور نقول ارحمني يا رب لاني ضعيف. السامرية قالتها دون ان تدرك معناها لما قالت له اعطيني من هذا الماء. انا نفسي في الماء الحلوة دي، نفسي في النظافة دي من بدري، نفسي في الحرية اللي بتتكلم عنها، نفسي في الابدية اللي بتحكي عنها، انا حتى مش فاهمها من جمالها. اعطيني من هذا الماء. الابن الشاطر قال له أخطيت، أخطيت بس خلاص، ما قالش غير أخطيت، خد الحضن، ما الحضن ضمنيا يبقى الغفران كده 10 على 10. إذن هناك الروح القدس ينطق على ألسنتنا بمئات التعبير اللي مؤدها في الآخر إيه؟ سامحتك خلاص، لأن إلهنا يكسر الغفران. فالصيغة، عشان في ناس من النوع اللي شوية موسوس، اقول دي ولا دي؟ يا ابني قول اي حاجة، ده الحكاية بسيطة، الحكاية اسهل من كده. يعني في هوشع في اخر اصحاح يقول لك خد كلمتين وتعالى لربنا وقول، ده الحكاية سهلة. خذوا معكم كلاما وتعالوا للرب، قولوا له كده، قولوا له سامحنا، يقول كده هوشع في اخر. نختم بفكرة لا تعود تخطئ ايضا. الذي يتمتع بنعمة الغفران، تصوروا واحد عليه مديونية مثلا 100 مليون، انا بقول اي كلام وخلاص، يعني انا خسران 100 مليون جنيه، فهيقعد في السجن لما ايه، يعني لو عاش 100 سنة هو واخد له 300 سنة مثلا، مش هنخلص. طيب السجن اتزال، قعد فيه شويتين وشاف المرار وتعب، ممكن بعد ما يفاجأ ان واحد مطلعه ودفع له 100 مليون، هل سهل عليه يرجع يتدين تاني؟ يعني يبقى مغفل قوي. ومع هذا الحمد لله كلنا من غير ما نلبخ، بس كده بنعمل تاني وتالت ورابع، نقوم نرجع لربنا وكأنه مش واخد باله. ما يمسكش الواحد فينا يقول له
انت بتستقل باللي انا عملته؟ انا مش سامحتك قبل كده؟ طيب ولا كأنك عملت حاجة. تقول له طب سوري تاني. طب اليوم اللي بعدها مرة دي كمان يا رب. ماشي. ويفضل على كده. طب المفروض نوصل لإيه؟ نختشي. ملهاش حل غير كده. مفروض نختشي. ده اللي قاله في رومية 2 لما قال إيه؟ تستهين بلطف الله وإمهاله وطول أناته. يعني كمنه ربنا طويل البال ويسامح مرة واثنين وعشرة وألف، ونفس الخطية اللي بتوجعه واللي كلفته كتير قوي. يبقى الحياة أبسط طلب يطلبه له مليون حق فيه، بلاش يا حبيبي تعمل كده تاني. بصراحة له مليون حق انه يقول لنا ما تغلطش تاني. مفروض الواحد ياخد الكلمة دي يقول له 100% يا رب. طبعا هيقول 100% ومش هيلتزم، لكن على الأقل تبقى دي رغبتنا. يبقى الواحد وهو مقدر نعمة الغفران كاره يغلط تاني. فهمتوا المعنى؟ يبقى دي نفسيتنا، نفسي يا رب ما تعبكش تاني. الإدانة بتضايقك، نفسي أسامح زيك. أنا عارف أنك بيصعب عليك لما أنا ما سامحش، وبعد كل اللي سامحتني فيه طب ساعدني، لأنه أكيد بجرحك أن أنا مش مسامح. بعد اللي أنت عملته كان لازم أسامح، بعد اللي أنت عملته كان لازم أبطل كذا وكذا. ومع هذا ربنا المشوار معاه ما بيخلص. فهنا يبقى الواحد لسان حاله، حرمت يا رب، ما أنا الذل اللي شفته ده يخليني أكره العيشة دي، مش عاوز أوصل للخنازير تاني. لكن لو أنت بتقول حرمت ومش بتحرم، طب قول له ساعدني يا رب، ساعدني لأن أنا كلمانجي، أنا عارف نفسي، أنا في يوم الاعتراف ببقى تمام كأني خلاص هطير من على الأرض، وتاني يوم خيبت الدنيا. طب ساعدني عشان ألزق فيك ومرجعش، خير لي الالتصاق بالرب. أقول لك خلاص أنا هفضل لازق لك، عشان أنا لما ببعد شوية بقع تاني. يبقى هنا اللي سموه الآباء الجهاد ثمرة طبيعية للتوبة الصادقة. يعني اللي تايب بجد وخجلان من نفسه كونه يحاول ما يغلطش، دي طبيعية بقى. كونه عاوز يرضي ربنا دي نتيجة تلقائية، دي مش حاجة هنسقف لها. هنسقف لها على ايه؟ ما هو ده لازم يحصل كده المفروض، بدل قدرت اللي اتعامل معاك. شوفوا بركات انك ما ترجعش تاني. يقول حينئذ تدعو فيجيب الرب، تستغيث فيقول ها انا ذا. لو خدنا الصيام ده صح، كله توبة كده وتمتع بالغفران، يحصل تغيير في العلاقة مع الله. تبقى تنادي على ربنا على طول يقول لك نعم يا حبيبي، اللي انت عاوزه تاخده. إن نزعت من وسطك النير، النير هي الخطية يعني والحمل، والإيماء بالأصبع كبرياء وكلام الإثم، أنفقت نفسك للجائع وأشبعت النفس الذليلة، يشرق في الظلمة نورك، يكون ظلامك الدامس مثل الظهر. تبقى منور، تبقى شمسك طالعة طول الوقت، تبقى ضايق حياة لا تتخيل جمالها. بتقعد الكنيسة تغرينا بقى، بصوا الولد سعيد ازاي في حضن ابوه، بصوا السامرية وهي بتجيب بلد لربنا، بصوا المخلع بيتنطط وبيجرب رجليه من السعادة، بصوا الأعمى وهو مفتح عينيه ومش مصدق روحه من اللي هو فيه. ما كل ده معروض علينا، كل ده ببلاش، كل ده هتدوقه، كل ده توصل له ومش هتدفع له حتى تمن. الغفران يا أحبائي نعمة غالية قوي. وخلينا الأسبوع ده كتدريب بسيط نقول جملة صغيرة كده في سرنا عشرات المرات: أشكرك يا رب إنك سامحتني. افتكروا قولوها كتير عشان نفتكر المعنى ده. أشكرك يا رب إنك سامحتني. الغفران في كل صلوة بتصليها بتاخد. سر الاعتراف بيديك الحل، تناول يعطى لمغفرة الخطايا. ربنا مغرقنا بغفرانه طول الوقت. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدية.